درسنا النهاردة عن المصادر. المصادر معنى مصدر يعني اسم بس بيجي منه فعل، اسم بيجي منه فعل. مثلا لما أقول اختراع ممكن يجي فعل منها زي اخترع، أقول مثلا كلمة زي إسلام أسلم، العلم علم. المصادر بتنقسم إلى مصدر ثلاثي، مصدر رباعي، مصدر خماسي، مصدر سداسي. في أيضا مصدر ميمي ومصدر مؤول، هنتكلم عن ده في حلقة تانية. أول حاجة المصدر الثلاثي. يعني إيه مصدر ثلاثي؟ أولا هما بيسموه مصدر سماعي، يعني له أوزان كتير جدا، يعني ملوش وزن معين، عشان كده بيجي بالسمع، مصدر ثلاثي أو سماعي. اسمه مصدر ثلاثي يعني فعل الماضي تلات حروف، فعل الماضي تلات حروف. يشوف كده شكل له. كلمة زي الصناعة، الصناعة اسمه بس بيجي منها فعل. لو قلت لك الصناعة فعلها ايه هتقول لي صنعة، هنلاقي صنعة تلات حروف، الصناعة صنعة. الجلوس فعلها ايه؟ جلسة، تلاتة. الشهادة شهدة. العلم علمة. العمل عاملة. يعني انا بدور على المصدر، اوزان كتير هنلاقيها في القطعة قدامي. اجي للمصدر الرباعي. مصدر رباعي بيسموه بقى مصدر قياسي. مصدر قياسي يعني له أوزان معينة، في وزن بحفظه وبمشي عليه، ده المصدر الرباعي بيسموه مصدر قياسي. أكيد اسمه مصدر رباعي علشان فعل الماضي أربع حروف. أنا مش بعد المصدر، بعد الفعل الماضي. في جملة عملتها للمصدر الرباعي، لو أنا ذاكرت الجملة دي كويس جدا، بدل ما احفظ الاوزان المعينه دي احفظ الجمله وهوصل للمصدر بسرعه. طب نجرب. هي الجمله بتقول الاتقان والتجديد والتنميه والجهاد واداره الاوقات والمشاركه تحدث زلزله. هي اتقان افعال، ده وزن. يعني ايه وزن؟ انا بوزن مثلا اي كلمه، كلمه كتب فعل، كاتب فاعل. إتقان إفعال، تجديد تفعيل، تنمية تفعلة، جهاد فعال، إدارة إفالة أو بيقولوا إفعلة، مشاركة مفاعلة، زلزلة فعللة. تاني، إتقان إفعال، إتقان إفعال. الفعل بتاع إتقان إيه؟ أتقن، أربعة. طب تجديد، جددة، أربعة بس في شد على الدال. تنمية، نمى، أربع حروف. جهاد، جاهدة، أربعة. إدارة، أدارة. مشاركة، شاركة. زلزلة، زلزلة. أولا لو جاب لي كلمة زي إهمال، إهمال شبه كلمة مين في الأوزان دي، إهمال زي إتقان، يبقى الفعل بتاع إهمال إيه؟ أهمل. يبقى إتقان أتقن، يبقى إهمال أهمل. كلمة زي مطالبة، مطالبة، مشاركة، نفس النطق ازاي؟ مطالبة. يبقى الفعل بتاع مطالبة ايه؟ مشاركة، شراكة. يبقى مطالبة، طالبة. هي هتيجي بالشكل ده. انا لو حفظت الجملة دي وكررتها كذا مرة هتثبت، وبعدين احل عليها نشوف في الحل ان شاء الله هنجيبها ازاي، بس نحفظ الجملة دي. نيجي للمصدر الخماسي. المصدر الخماسي ايضا بيسموه مصدر قياسي. مصدر خماسي او مصدر قياسي. مصدر قياسي ليه؟ يعني له وزن بمشي عليه. فعل الماضي خمس حروف، اسمه مصدر خماسي يعني فعل الماضي خمس حروف. الجملة بتقول الالتزام والتفاني والتعاون والتطور من أسباب الانشراح. الالتزام والتفاني والتعاون والتطور من أسباب الانشراح. التزام افتعال، تفاني تفاعل، تعاون تفاعل، تطور تفاعل، انشراح انفعال. التزام على وزن افتعال. طب الفعل بتاع التزام التزم. طب احترام احترم. اشتراك اشترك. تفاني تفاعل، فعلها تفانى. طب تآخي تفاعل، فعلها تآخر. تواني تفاعل، توانى. تعاون تفاعل، فعلها تعاونة. طب تواكل تفاعل، فعلها تواكلة. تواصل تفاعل، فعلها
تواصلت، تطور تفاعل فعلها تطورت، طب تقدم تفاعل تقدمت، تخلف تفاعل فعلها تخلف، انشراح انفعال فعلها انشرح، انهزام الفنون انهزام انهزم، انحلال انحل. خمسة، نيجي للمصدر السداسي، ايضا بيسموه مصدر قياسي يعني له وزن. فعل الماضي قد ايه؟ 6 حروف. اسم مصدر سداسي يعني فعل الماضي 6 حروف. الجملة بتاعه اللي كتبتها بتقول: الاستغفار والاستقامة من اسباب الاطمئنان. استغفار استفعال، استقامة استفالة، اطمئنان افعلال. استغفار استفعال فعلها استغفر 6. طب استخدام استخدم، استعمار استعمر، وهكذا نفس النطق. استقامة استفالة أو استفعال، استقامة استفالة فعلها استقامة، استشارة استشارة، اطمئنان افعلال فعلها اطمئن. هي قليلة ما بتيجي اطمئنان، بس في كلمة زيها اشمئزاز فعلها اشمئز. هنلاحظ في المصدر، لو رجعنا للمصدر الرباعي اللي بيبدأ بهمزة قطع زي كلمة الإتقان وكلمة إدارة، الهمزة بتتكتب، لكن الخماسي والسداسي وصلي. ساعات يقول لك هات مصدر يبدأ بهمزة قطع يبقى رباعي على طول، بس مش كل رباعي ممكن يبدأ بت. الرباعي اللي بيبدأ بهمزة، خماسي بيبدأ بألف وصل، مثلا التزام وانشراح اللي هو افتعال وانفعال، وهكذا السداسي بيبدأ بألف وصل. ناخد بالنا من الملحوظة الأخيرة، كلمة زي السمع، انت لو دورت على أوزان السمع مش هتلاقي، مفيش وزن لها، يبقى ايه؟ نرجع للثلاثي اللي هو السماعي. الفعل بتاع السمع ايه؟ سمع، مدام فعلها الثلاثي 3 حروف يبقى مصدر ثلاثي. كلمة زي اسماع، اسها كده على وزن اسماع، افعال، افعال ده الفين في الرباعي اللي هي اتقان افعال. هقول لك هات فعل اسماع، اوعى تقول لي سمع، سمع 3 انا عايزه 4. اسماع زي كلمة اتقان مش كده؟ اتقان فعلها ايه؟ اتقن، يبقى اسماع اسمع مصدر رباعي. كلمة زي استماع، ما تقوليش بقى ان الف وسين وتاء سداسي على طول، لا، استماع افتعال. طب هات لي الفعل كده اتاكد بتاع استماع، استمع 5، استماع استمع 5 حروف يبقى مصدر خماسي. لكن استمتاع استفعال استغفار ده مصدر سداسي وفعلها فعلها استمتع. ناخد بالنا منها، وان شاء الله نبقى نكمل المصادر او بقية المصادر في مرة تانية ان شاء الله. السلام عليكم.